بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة حلقة بتقول يا جماعة القرآن كتاب حياة مش كتاب موت. القرآن ما بيتقراش على الموتى, والقرآن كتاب للبركة وبس, عشان نقعد نختم واحدة واثنين وثلاثة بسرعة, كتر الختمات علشان اخد حسنات كتير. طب وفين الحياة اللي بتتولد من القرآن؟ القرآن كتاب حياة, القرآن مليان كنوز, معنى ان القرآن شفاء, في حلول عملية لشفاء حياة الناس الاجتماعية. القرآن نور, يعني بيولد تنوير, يعني علوم, يعني ثقافة, يعني احياء مجالات الحياة. القرآن هدى, يعني القرآن بيقدم للمشاكل المعاصرة انتاجية ممتازة. هو ده احياء القرآن في حياتنا. احنا فكرنا في فكرة, والفكرة دي اسمها الحكم القرآنية. الحكم, القرآن مليان بالحكم, والحقيقة بيوجع قلبي قوي. نلاقي كتب كتيرة قوي, قال غاندي, قال القس الفلاني, قال المفكر الفلاني, قال الفيلسوف فلان, قال فولتير, قال ما فيش قال القرآن. حكم, حكم نعيش بيها في الحياة. فالفكرة اللي احنا عرضناها في الحلقة دي, تيجوا نختم ختمة قرآن, نطلع الحكم القرآنية, الحكم الإنسانية. والحقيقة انا بدأت ايه يعني بقى اثناء التصوير, ما كانش معايا غير 3-4. على النهاردة بقى معايا من الحكم القرآنية 88 واحدة. 88 واحدة حكم الآية وحكمة نستفيد منها. يعني مثلا ادخلوا في السلم كافة, يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم, آية بنقراها بس دي حكمة. بتقول ايه؟ اطرق كل ابواب السلام والحوار واغلق ابواب الصراع. يا الذين امنوا ادخلوا في السلم كما ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الحكمه دور على كل ابواب السلام. وهكذا بقى طول ما احنا ماشيين في القران, هتبص تلاقي حكم طول ما احنا ماشيين. وقل ربي زدني علما, لا تتوقف عن العلم, عن التعلم, ولا تشبع من العلم بل اطلب المزيد والمزيد. وهكذا سورة القصص, إن خير من استأجرت القوي الأمين. طب إيه الحكمة اللي في كده؟ امتلك الكفاءة والأمانة وانتظر عروض العمل المغرية. يعني عايز أقول في الآخر, ممكن كل واحد يجي يختم ختمة وتبعتولي على هاشتاج تجديد ونقعد نفكر مع بعض في حكم في القرآن. ياسين والقرآن الحكيم, مين يطلع الحكم القرآنية الإنسانية؟ يعني إيه الإنسانية؟ نفسي ألاقي واحد هندي أو صيني أو ألماني يقول أنا مش مسلم, مش عايز أكون مسلم, بس أنا عايش بالحكمة القرآنية اللي بتقول إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. ومن يومها وأنا واخد مبدأ التفاؤل في الحياة, إن كل أمر صعب أكيد هيجي بعديه حاجة سهلة. كلام إنساني, كلام للبشر كلهم. أنا محتاج بقى جهدكم معايا, هاشتاج تجديد الليله دي, وكل واحد يبدا الختمه بتاعته او وهو ماشي في الختمه بتاعته يبعت لنا الايات اللي هو شايف انها دي حكمه انسانيه للحياه, لنحيا حياه طبيعيه ملهاش دعوه بخصوصيات العقيده والدين والايمان. حكمه انسانيه, مين يبعت لنا ومين يشارك معانا بحبه لدينه ان نطلع كتاب كده كوتس كده, الحكم القرانيه الانسانيه. يا ريت تساعدونا من أجل الإسلام, من أجل فايدة الناس. الكتاب ده رحمة للعالمين, القرآن. أشكركم جدا ومكملين مع بعض, والسلام عليكم ورحمة الله. عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر, ادخلوا على قناتي على اليوتيوب, اعملوا سبسكرايب لقناة عمرو خالد على اليوتيوب وشوفوا فيديوهات أكتر.